أنه أعطل نص سكانه من المشاركة في الحياة العامة، معناته إحنا بنجعله عالة على النصف الآخر، والنصف الآخر هذا بيتعطل عن القيام حتى بواجبه، فإحنا بالتالي بيصبح مجتمع غير إنتاجي. عودة تاني إلى موضوع الانتخابات، مسألة مشاركة المرأة فيها أصبحت الآن مسألة ملحة، مسألة ما عاد فيها مجال يعني مشاركتها سواء بالترشيح أو بالتصويت، أصبحت مسألة يعني ما فيها مجال للمزايدة. تعتقدين مسألة الدولة وقت دكتورة؟ مسألة ليش وقت؟ ليه وقت؟ يعني ليش احنا ليه نبغى نأجلها أكثر من كده؟ ليش يعني ما في سبتمبر تكون أصلاً أحسن؟ حتى الآن لم تصدر عن القيادة أي تحديد ونفي لمشاركة المرأة. لم تمنع حتى هذا الآن. فعلا حصل استاذ سليمان؟ يعني يبدو يعني الاشارات الواضحه من وزاره طبعا البلديه يعني انه لا دور للمراه. هو الحقيقه لم يصدر شيء حتى الان من وزاره الشؤون البلديه الاقرائيه بطريقه رسميه، لانه الجميع ينتظر اللائحه التنفيذيه لنظام البلديات والقرى ونظام الانتخابات البلديه، ولكن نشرت صحيفه الوطن بناء على مصادرها بعض ملامح النظام الانتخابي، والذي بدأ منه أن الدورة الأولى قد لا تشارك فيه المرأة. أنت ذكرت في هذه الصحيفة في صحيفة الوطن أن الانتخابات البلدية تقتصر على الذكور وتستثني العسكريين وسبع مراكز انتخابية في المدن. نعم نعم. يعني إنه يعني هذا مشروع النظام الانتخابي، إنما المشروع لم يصدر حتى الآن. وما زال في يعني ممكن يكون في مراجعه يعني؟ لا هذه اصلا يعني حتى يعني حسب الوطن انه المصادر هذه التي نقلت هذا الخبر نقلته عن مشاهده لملامح مشروع الانتخابات، يعني قد لا يؤكد، يعني ملامح للمشروع حتى مو هو المشروع نفسه. فيعني احنا ما يعني من المبكر انا في رايي انه نتعجل ونعتقد انه القياده خلاص اصدرت حكمها وقرارها بمنع المراه من المشاركه في الانتخابات، وانا اعتقد انه القياده حكيمه، لا سيما انه يعني اخر شيء عندنا شاركوا في هيئه الصحفيين، يعني اللي خرجنا فيه من الحوار الوطني خرجنا فيه بانه المراه لابد ان تفعل مشاركتها في الحياه العامه. صحيح. من 4 سنين يعني المملكة صار لها 4 سنين موقعة على اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة في يوليو 2000. بمجرد توقيع المرأة المملكة على هذه الاتفاقية دليل على أنه في جدية وفي إصرار على أنه المرأة تأخذ دورها وتأخذ دور مختلف ودور يعني اكثر فعاليه ومشاركه في الحياه العامه. طيب دكتوره، يعني سنعود الى كثير من هذه المحاور، لكن اسمحوا لنا ان نتوقف مع فاصل اخير وبعد ذلك نعود لمواصله الحوار. فاصل بعده نعود لنواصل. أنتم تعرفون قانون اللعبة، تعرفون أنها لعبة مسلية فيها شيء من المتعة وشيء من الفائدة، وفيها لقاء جديد ومتشدد مع وجوه معروفة يتنافسون على كلمة أصلها المرح. أصل الكلمة كل خميس في الأوقات التالية على قناة اليوم. شركة الحسين واليحيى التجارية. ابتزاز، استغلال مقيت ومنحط. انت الحوار معاكي غير مجدي، باين عليكي وليا برجوازية ملعونة. يعني ايه برجوازية ديت؟ ام سعد بتقولي انك ست وزو بس بالنحو، وام خشة بتقولي حرامية، وام زينهم دي كلمة قبيحة. انا برجوازية فوزية
الأمريكية البرجوازية الثلاثاء في الأوقات التالية على سينما واحد. أفلام العرض الأول برعاية سميتا. مناشف في علبة من نابكو. أغسطس على قناة سينما 2. الميشا خساطي في عرض أول وحصري. عندما تشرق الأحزان في عرض أول. مواطن ومخبر وحرامي في عرض أول. حل يرضي جميع الأطراف في عرض أول. فرجة ممتعة خلال أغسطس على سينما 2. في معركة كأداء لكسب الوقت. Your sister will be dead in 14 hours. We don't have the time. وتحدي مستميت ضد الطبيعة. Up there, you're not dying, Mr. Garrett. You're dead. للوصول إلى القمة. We don't vote, we don't question, we don't argue. You listen and do exactly as I say. عليهم أن يذهبوا إلى أقصى الحدود. Vertical Limit في عرض أول وحصري الخميس في الأوقات التالية على Super Movies. مشاهدينا من جديد واهلا بكم ضيوفنا من جديد. استاذ سليمان تو الاستاذ عبد العزيز القاسم يتكلم عن ما يجب وما لا يجب في الانتخابات وما يجب ان يفعله المنتخب او حتى المرشح. برايك هل يجب ان تقوم حمله توعويه للمواطنين بدور المجالس بدور البلديه بجميع الادوار او حتى بدور المرشح والمصوت؟ وما في شك انه العمليه الانتخابيه في تجربتها الاولى في عصر الحديث من حياتنا من تاريخ بلادنا يعني بتواجه بعض المشكلات منها التعصب القبلي، التعصب الإقليمي، التعصب الفئوي يعني 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 ولذلك فإن دور الإعلام بشكل عام سواء صحافة أو إذاعة أو تلفزيون أن تعزز معايير الكفاءة في الناخب أولا وتجعل المنطلقات الوطنية هي رائد الناخب أو المقترع عندما يصوت على اللائحة التي اختارها لكي تفوز في المجلس البلدي. والمجتمعات المحافظة والمجتمعات التي تتسم برابط عائلية قوية يكون فيها كثير من الولاء اللي خارج معايير الكفاءة والمعايير الوطنية والمعايير الوظيفية للاختيار. ويمكن شاهدنا في تجارب انتخابية بالكويت أو في بعض الدول الخليجية يكون في تحالفات بين الناخبين على أساس قبلي أو على أساس طائفي وتنتج من هذه التحالفات يعني قوائم أو أسماء قد لا تمثل تعبر تعبير حقيقي عن مستوى كفاءة الشخصيات الوطنية المرشحة للانتخابات. طب لكن شو المشكلة هنا أستاذ سليمان إذا كان المجتمع هو اللي بيعطي الكلمة الفاصلة في هذا الموضوع؟ المشكلة في مدى تحضر المشكلة في مدى تحضر ووعي الناخب مدى تحضر المجتمع ووعي الناخب لأنه احتمال أنه تتأثر أنت من صديقك أو من قريبك أو من ابن عمك لما يكون مرشح وتصوت له بمعزل عن أي معيار وطني أو معيار مهني بحيث أنه تنتج طبقة من المرشحين لا تعبر تعبير دقيق أو حقيقي عن الكفاءات الموجودة في المجتمع بالتالي ينتج عندنا مجلس بلدي يعني ليس قوي وضعيف الأداء. عفوا بس هنا ممكن نقول أنه في تجارب تانية ممكن الواحد يستفيد منها في دول مختلفة حاولت أنها تحل مشكلة التحيزات اللي تصير. يعني أعتقد حسب ما أذكر يعني في نيويورك الانتخابات بتصير البلدية على حسب يعني تقسيمات معينة في ضمن يعني كل دوائر انتخابية معينة بحيث أنها تقسم
العوائل وتقسم التحالفات هذه بحيث انه ما يقدروا الناس ينتخبوا بالطريقه يعني يفتتوا بماذا عن العنصريه يفتتوا هذه العنصريه يفتتوا هذه وفي طرق مختلفه يعني العالم الحد المتقدم قد يعني سابقنا في مراحل طويلة في مسائل الانتخابات وفي التصويت وطبعا مرت به كل هذه المشكلات زي ما احنا قاعدين ناخذ اللوائح هذه منه وناخذ برضو التجارب الإيجابية أو الحلول مو التجارب قصد الحلول اللي ممكن تحد من هذه المشكلة. دكتور هناك خبراء دوليين يشاركون في الإعدادات لهذه الانتخابات. كيف؟ هناك خبراء دوليين. إيه بس يعني أنا ماني داري الخبراء يعني أتمنى إنهم يكونوا برضو. مستوعبين. أيوه التشكيلة الاجتماعية والتقسيم والإشكالية هذه اللي موجودة هنا لأنه نجد إنه في الكويت زي ما ذكرت. الكويت هذه المشكله ما هم قادرين يتغلبوا عليها لانه ما هم قادرين انه يدخلوا اشكال جديده من الانتخاب او من عمليه التقسيم للانتخاب قد تكون بين الاثنين يمكن خبراء دوليين مع ناس فاهمين المجتمع فتكون التجربه افضل المشكله فعلا في الدوائر الانتخابيه اذا وضعنا المرشحين كلهم في قائمه واحده مثلا في الرياض جميع المراكز الانتخابيه تصوت على قائمه واحده ولا على قوائم سبع قوائم بحكم ان الرياض سبع مراكز انتخابيه كما جاء في مشروع اللائحه التنفيذيه اذا انا اصوت على سبع قوائم في مركز انتخابي واحد هذا يتيح فرصه فعلا لتدخل الولاء العائلي وانه ممكن اختار تشكيله معينه بناء على الاسماء بس اذا كان الانتخاب في مركز انتخابي داخلي يعني الحيين ثلاثة مركز انتخابي واللي في الحي هذا هم اللي يصوتون للمرشحين اللي في الحي هذا يمكن قد يقلل من التأثير القبلي أو العائلي أو الفئوي في الانتخابات. طيب استاذ سليمان يعني أمامنا فاصل لكن بدي أسألك يعني كل الانتخابات حتى على مستوى الوطن العربي مشكوك فيها يعني على المستوى المحلي في المملكة العربية السعودية نجد مثلا انتخابات الغرف التجارية أيضا دارت حولها كثير من الشبهات وأن هناك الكثير من الأصوات اشتريت هيئة الصحفيين أنت أيضا شخصيا لك تحفظ على هذه العملية الانتخابية يعني كيف نستطيع أن نخرج بالانتخابات القادمة للمجالس البديلة في السعودية بالحد الأدنى من الشبهات والشكوك هو الحقيقة لازم يكون في ضوابط يعني أنا أتمنى أنه الدعاية الانتخابية تكون مجرد إعلام أو إعلان في الصحف وما تتعدى ذلك إلى تظاهرات اجتماعية من نوع المخيمات أو المآدب بحيث يشتغل المال السياسي في الدعاية الانتخابية يعني أنا أتمنى أنه يكون في ضوابط للحملة الانتخابية ويكون هناك شركات للعلاقات العامة والدعاية تتولى بحرفية مثل النواحي بحيث أنه ما يكون هناك اجتهادات يعني نخفق فيها لأنه إحنا نخوض تجربة لأول مرة وأنا أتوقع أنه إذا الشركات اشتغلت في الحملات الانتخابية بما أوتيت من كفاءة ومهنية ممكن أيضا توفر وظائف فرص عمل للشباب وخوض تجربة من الباب الخلفي للانتخابات تجربة التنظيم الانتخابي والدعاية الانتخابية ونثقف أبنائنا ثقافة سياسية من داخل الحملات الانتخابية بحيث أنه يكون موظف في الشركة اللي تتولى الحملة الانتخابية وفي نفس الوقت يؤدي عمله بإخلاص للمرشح لأنه تعاقد معه وليس لأنه ابن عمه أو ابن بلده. طيب ضيفنا الكرام تسمحوا لنا نتوقف مع فاصل أخير وبعد ذلك نعود إلى مواصلة حوارنا معكم مشاهدينا الكرام فاصل بعده نعود لنواصل. تتمسك بعرفات كشريك في عملية السلام والولايات المتحدة وإنجلترا تعتبرانه عقبة أساسية هل تؤيد وجهة النظر الفرنسية أم وجهة النظر الأمريكية الإنجليزية؟
للمشاركة عبر الهاتف يرجى الاتصال بالأرقام التالية. أهلا بكم مشاهدينا وأهلا بكم ضيوفنا الكرام. اسمحوا لي نطلع المشاهدين وأكيد نطلعكم على نتيجة سؤال الاستفتاء الذي كان يقول: هل الانتخابات البلدية في المملكة خطوة نحو الإصلاح أم ظاهرة شكلية؟ أكيد جاءتنا النتيجة ب 72% ظاهرة شكلية و 22% خطوة نحو الإصلاح. يعني النسبة مرتفعة جدا أنها ظاهرة شكلية دكتورة. يعني إحنا دائما معتادين على التشاؤم، يعني مجتمعنا دائما يخاف يفرح الصراحة، فأعتقد أنه طبيعي تكون هذه النتيجة. وبعدين في تجارب يعني سابقة من الإحباطات اللي يعني ما تخليه يشعر بتفاؤل الأكيد. بس أنا متفائلة الصراحة، وأعتقد أنه هذه خطوة حتكون إن شاء الله مفيدة جدا لنا، وخصوصا أنه موضوع المجالس البلدية والمجلس البلدي نفسه يعني حيكون مؤسسة جديدة في مجتمعنا. ما هي جديدة طبعا، لأنه هي بادية من سنة 26، يعني من أكثر من 78 سنة كانت هذه المؤسسة قائمة، وكانت حتى قائمة بانتخاب كلي في مناطق الحجاز، مكة وجدة والطائف، وحتى القنفذة كان فيها انتخابات استمرت مدة 31 سنة. الآن سوف تشمل جميع مناطق الإدارية. الآن هي من سنة 63 يوم اللي قالوا أنه حيعمموها على الرياض، وبدأت انتخابات في الرياض وكل حاجة. تلك الساعات وقفت يعني وقفت من كل المناطق، وحتى كانت الرياض عقبة يعني حتى تدرس المسألة. فطلعت النتيجة زي ما ذكر الأستاذ سليمان في سنة 77 أو 97 هجري بمرسوم الملك خالد باللائحة التنظيمية. بس اللائحة التنظيمية للأسف إنها جعلت المنتخبين نصف أعضائهم معينين ونصفهم منتخبين، يعني غيرت في التركيبة الأساسية لعملية الانتخاب. فأنا بقول إنه إحنا ما إحنا جديدين على هذه المسألة، فلا بد أن نكون متفائلين برضو. وكان لهذه المجالس كان لها دور كبير في الرعاية والمحافظة على مصالح الجمهور والناس في مدينتهم وفي أحيائهم الخاصة. وهذا دورها حيكون هذا طبعا. تفضل الأستاذ سليمان قال إنه، وكمان الأستاذ عبد العزيز القاسم قال إنه هي أصلا وظيفتها رقابية، بتكون رقيبة على البلدية. يعني البلدية ورئيس البلدية هذا بيكون دوره تنفيذي، فهذا المجلس بيكون رقيب على إنه هذا رئيس البلدية قاعد يقوم بعمله على أتم وجه. يعني إيش هي أعماله؟ مراقبة الأسواق، البيوت، الشوارع اللي داخل المدينة، ما فيها مطبات، ما فيها حفر، ما فيها بلاعات مفتوحة، النفايات بتزال، في محافظة على البيئة، المباني الأثرية ما بتزال على الطالع والنازل أو يستهتر فيها يمكن في المحافظة عليها. الشكل الجمالي برضو مهم. يعني كل هذه من المسائل اللي تهم كل مواطن. أنت مجرد ما تكوني في بيتك، إيش اللي يمسك يوميا؟ يمسك الشارع اللي قدامك، أطفالك لما يجي يروح المدرسة، التفاصيل اليومية هذه اللي يتداخل فيها المجلس البلدي اللي بيمثل صوتك، واللي أنت تروح تشتكي له وتوصلي له لما يعني مجرد إنه أحد يضرك في شارعك ولا في بيتك ولا محيطك توصلي له، وهو الذي يعني تكون مهمته إنه يفرض على البلدية ورئيس البلدية والطاقم التنفيذي هناك بإنهم حيقوموا بتطبيق وتنفيذ بتنفيذ الواجبات التي يعني المنوطة بهم. طيب استاذ سليمان، يعني اعرف انه هذه يعني الانتخابات القادمه يقال بانها خطوه اولى، ما تعتقد انه هناك بعض الاصوات مصلحتها اجهاض هذه التجربه؟ يعني خصوصا اذا ما عرفنا انه لا زالت هذه الاصوات تردد بين الانتخابات من ثقافه الغرب والديمقراطيه جزء كفر، ويعني لهم مصلحه في اجهاض هذه المحاوله وهذه التجربه، واللي يقال بانه يعني شوفوا هذا السعوديين ما هم قادرين حتى على ممارسه هذا الدور هذا الانتخاب. انا اعتقد انه تجاوزنا هذه المرحله في صراعنا الاجتماعي نحو التطوير، وما عاد في أحد الآن يتكلم عن مجلس بلدي منتخب بأنه يعني بدعة أو شيء من هذا.
بس اللي نتوقعه انه يعني انه الانتخابات السعوديه هي الحقيقه انتخابات جزئيه ما هي انتخابات كامله. انا اتوقع انها تكون من افضل الانتخابات، وانا متفائل جدا، من افضل الانتخابات البلديه في العالم العربي واكثرها نزاهه. لماذا؟ لاني انا شاهدت نوعين من الانتخابات، انتخابات الغرف التجاريه السعوديه وانتخابات هيئه الصحفيين السعوديين. لم تتدخل فيهم الدولة بأي طريقة. ومضت الانتخابات، أنا شاهدت انتخابات غرفة الرياض بكل شفافية. وانتخابات هيئة الصحفيين كذلك كانت وزارة الثقافة والإعلام تراقب المشهد مجرد مراقبة. إذن أنا أتوقع أنه من حيث النزاهة أنه انتخاباتنا تكون من أفضل الانتخابات من حيث النزاهة. طبعا ما يشوب الانتخابات من تحالفات أو من استقطابات ومن إغراءات هذا موجود في كل انتخابات الدنيا يعني هذا نتجاوز، بس أنه من حيث شكل الانتخابات أنا أعتقد أنه هناك إجماع وطني عليه، أعتقد أن هناك إجماع وطني على هذه الخطوة. أنا أعتقد أنه ما في أي نوع من المعارضة لهذا التوجه على الإطلاق. طيب أستاذ سليمان لاقيلي، مدير تحرير صحيفة الوطن السعودية في الرياض، شكرا على وجودك معنا. أيضا الأستاذة الدكتورة هتون الفاسي، عضو هيئة تدريس تاريخ المرأة في جامعة الملك سعود، سعدنا جدا باستضافتك. عشمنا إن شاء الله في الأيام القادمة أن تكون ضيفة عزيزة في هذا البرنامج إن شاء الله في مواضيع وموضوعات أخرى إن شاء الله. شكرا دكتورة هتون، شكرا أستاذ سليمان على وجودكم معنا، وأيضا شكرا لكم مشاهدين على المتابعة. نكون معكم غدا بإذن الله.